الله. ربي ما في شبكة، يا الله على الحظ. معناتها لازم تطلعي لبرا. كيف بدي اطلع مالك شايفة هالحديد؟ طيب شيليون، اعمل الشي ما عاد اتحمل بالمرة، انا مالي منيحة. إليف إيمان، 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 فتحي عيونك، بترجاكي لا تعملي هيك. يلا إيمان، إيمان. ليكي سراب، مزبوط أنا كنت معجب فيكي، بس ما اتفقنا بنوب، مستحيل نقدر نتفق. طيب ليش؟ إذا أنت بدك ليش ما نتفق؟ أنت قلتيها إذا كان بدي، وأنا ما بدي هذا الشيء. لأنه هلأ في إليف مو؟ ما له علاقة برأيي، ما حدا إله علاقة غيرها. بس أنت عم تحلم على الفاضي، بس تعرفك على حقيقتك رح ينتهي كل شيء. وإذا قدرت خليها تحبني لهداك الوقت، مو إذا تعلقت فيني ما عاد تتركني؟ شو عم تعملي أنت جنيتي؟ معتبرك بني آدمة وقاعد عم أحكي معك؟ إلا عاد تحكي معي ويلا نقلع من هون. أساساً أنا رايح، لا تقلقي، بس رح نظف حالي. وين المغسلة؟ بالممر على اليسار. شو في تحت؟ ولا شي. شو هالصوت يلي طلع؟ بتكون قطة. يلا روح من هون، رح جيب لك جاكيتك. يلا روح، شو مستني؟ افهمنا يا افتحي صفحة جديدة بحياتك، أنا رح أعمل هيك. يلا لا تاكلي هم، رح أنقذ حياتك. الحقيرة هربت. إليف اصحك تهربي.
المقدس. يلا قولي وينك انتي. إليف لا تخليني أعصب أكثر من هيك. الساعة 12:00 موجز أخبار الظهيرة. أعزائي المستمعين، ستجتمع اليوم قيادة الأمن القومي، والملف الرئيسي في الاجتماع هو الرجعية. سكرتير الأمن القومي قال إنه سيتم النقاش حول المسائل التي حدثت في الآونة الأخيرة في الدولة وكيفية إيجاد التدابير والحلول اللازمة للقضاء على الرجعية ومنظماتها. إليف يلا اطلعي لشوف. ولا يزال البحث جارياً عن الإرهابية المتطرفة سرابدوغان التي تم القبض عليها برفقة الشيخ البردايا ليلة أمس، والتي اختطفت من قبل منظمة المرابطين. دوروه. كما أفادت آخر المعلومات بأن الصحفية إيمان سيجيل وابنة شيخ البردايا أليف كورال لا يعرف مكانهما منذ أن قامت الشرطة بمداهمة المنزل. ما كنت تعرف تجي لهلأ؟ ليش مستعجلة كتير؟ طبيعي يكون مستعجلة. تعال. خير، انتي رح تصيري مصورة؟ شو في تحت؟ ولا شيء. شو هالصوت اللي طلع؟ بتكون قطة. يلا روح من هون. لك حابس البنات؟ اخ سراب اخ.